بس تركيزك ما يكون عليها. شوف شفت كتير صغير بالتفكير هو إني أنا بدل ما أركز على هاي النقطة أركز على هاي النقطة. ندخل في الفيديو على طول هيك بدون ولا أحم ولا دستور. النقطة اللي أول ما أنت بتطلع على حالك في المراية بتضايقك، هاي اللي عملت لك مشاكل ودائما بتطلع عليها وبتلقطها، حب أقول لك إنه هذا إشي طبيعي. شوف هاي الشغلة أنا ملاحظها كتير مع المدربين وملاحظها كتير مع الناس بشكل عام اللي بيجوا بيسألوني، وعلى جسمي برضو أنا ملاحظها بحالي. يعني اللي بيجي بتطلع علي على جسمي أنا طول بعرض بارتفاع الحمد لله سكس باك كذا، بس في عندي والله منطقة الخصرة الصغيرة هاي ضايل لي أنزل لي مثلا كمان 2-3% بودي فات، بنزل لي نسبة الدهون هيك بدرجتين ثلاثة بوصل 100%. بس هاي الشغلة هل هي بتلزم اني اضلني في هذا البودي فات؟ هو فعليا مش كتير صحي انه الواحد يضله فيه، ومش كتير سهل انه يعمل له مينتنس. يعني انت مش سهل انك تضلك متدرج على هذا تحت انت وندجت اللي هي بين 7-9% بودي فات. فهذا انه الواحد يعيش حياة طبيعية ينبسط فيها، ياكل بشكل عام الاشياء اللي بحابب انه ياكلها، صعب انه يحافظ عليه. فانا بطلع على حالي بالمراية حتى وانا متمرن وبامب وكذا، وهاي إذا رحت ورجيت الصورة لأي حدا، إذا أنا ما أشرت له على هاي النقطة اللي مضايقتني مثلاً ما بيكون شايفها، بقول له والله بس أنا بدي أشيل هاي، ضايل عندي هاي. شو اللي أنت ضايل عندك؟ مش ضايل عندك شيء، أنت مبين عليك يعني 100%. أنت نفس الإشي وأنت نفس الإشي، أول ما توقف على المراية راح تطلع على حالك، تعمل لحالك سكان زي هيك، راح تلاقي نقطة هاي بالضبط هاي مش عاجبتني، يا الله شو إنها مضايقتني. هون بحب أحكي لكم وبرجع بحكي لكم إياها، موضوع طبيعي، بس اللي بدي أحكيه النقطة المهمة في هذا الفيديو كله إنه ما تخلي هذا الإشي يحبطك وما تخلي هذا الإشي يضايقك، لأنه شوف شو اللي صار عندنا. وهاي أنا برضو بعد كمان كورس أخدته ريسنتلي اللي هو برضو كيف الواحد يفكر بطريقة إيجابية، من أسس الكورس كانت إني أنا بدي أغير طريقة تفكيري. فأنا لما كنت أطلع عمالي بتطلع على النقطة الوحيدة السلبية بجسمي، يعني شوفوا أنتم متخيلين لوين. حتى أنا بكل هاي الفترة اللي بتمرن فيها وبكل الفترة اللي دارس فيها عن الطاقة لسه كانت برضو بالسبكونشس باللاواعي إنه أنا عمالي بتطلع على نقطة معينة صغيرة هاي في جسمي، هاي الوحيدة النقطة اللي مش عاجبني. فأنت لما تيجي تطلع على هاي النقطة اللي بدي تاخذه من كل هذا الفيديو، انك طلع على كل اشي بروجرس انت عملته بجسمك تاني، كل اشي حلو بجسمك، حتى لو انت لسه مش بادئ تتمرن وفاتح الفيديو هيك بالغلط وطلعت لك انا. اذا عمالك بتطلع على حالك، طلع على الاشياء كلها الحلوة بجسمك، طلع على الاشياء كلها اللي عاجبتك، وما تطلع على النقطة السلبية. بدك تغيرها اكيد غيرها، ودائما احنا لازم نغير السلبي للايجابي، ولازم ننقل ونبدله، بس تركيزك ما يكون عليها. شوف شفت كتير صغير بالتفكير هو اني انا بدل ما اركز على هاي النقطة اركز على هاي النقطة، شوف كيف راح يفرق معك. طبعا انا بلشتها، خلصت الكورس من اسبوع وبلشت اطلع على حالي بطريقة تانية، وصراحة عمال جسمي بتغير لما بطلت مركز على هاي النقطة وتاركها. لما كان كل تركيزي عليها كل اشي عماله بيروح بهالطريقة. Yeah.